طبعا احنا اليوم احنا واقع حال الصالحية واقع تعبان من حالة الكهرباء، التربية، الصحة، التعليم، هاي كل هالأمور تعبانة. تدري احنا حدود أكثر من 10,000 عائلة أو بيت أو مسكن، شو بدي يسميه كلها قاعدة تعاني. صحيح أكو كهرباء، وبالكهرباء المسؤول الكهرباء نروح له نقول له أكو كهرباء، قال موجودة الكهرباء، بس محولات الأسلاك كل هاي العوامل تدخل جو حارة، تشوفونها درجة الحرارة 48 49، زين. فالأمور شبه من عدم عندنا، يعني الخدمات البلدية وبالبلدية عدم اهتمامها، تشوفون واقعنا هذا المرير. يعني احنا صار لنا سنوات النادي والناشد، وتطلع الناس مظاهرات، وتشوفون اليوم هاي الوقفة الاحتجاجية، عسى ولعل انه تجيب نتيجة. المسؤولين الله يخليهم ويطول اعمارهم، طبعا احنا نتفائل خير ان شاء الله. احنا اليوم وقفتنا وقفة احتجاجية بالنسبة للقضاء شط الاعراب منطقة الصالحية. منطقة الصالحية ماكو لا مسؤول الجاي يلتقي بينا، لا نائب، لا قائم مقام شط الاعراب. زين احنا متأذين من الكهرباء، يعني الكهرباء تجينا ترميشة، ماكو شلون يرفع الجوزة ونزلها. تصدق البارحة بالليل ماكو ثواني منطفى، فجاي نعاني من الكهرباء، الماي المالح، الخدمات ما بيها، بس أزيد شيء الكهرباء. جاي نهج من بيوتنا، نطلب من السادة أسعد العيداني الشيخ المحافظ أن يجي يتابع الأمور بالصالحية، يعني يزود بسلاك، يزود محولات من هذا الباب. والله هي اليوم الوقفة أول وقفة، طبعا وقفوها اللي هم أهالي شط العرب الصالحية. احنا ما رايدين شيء، رايدين خدمات زين وماء وكهرباء فقط، ما رايدين تعيين ولا رايدين أي شيء. يعني شغلة نقص الكهرباء اليوم خصوصا، احنا ما نريد نحتاج انه الكهرباء، وهذا كلها كل العراق بينقص بالكهرباء، وسببها الوزارة، سببها الدولة، لانه ماكو تخطيط بالشكل الصحيح. ولا شنو العراق يرتبط منظومة وحدة؟ زين البصرة ممكن اكتفاء ذاتي موجود عندهم، اكتفاء ذاتي بالكهرباء، بس وين يروح علما؟ يروح البغداد، يروح بقية المحافظات. زين يعني هذا اللي اقول لك. بالنسبة للماء، الماء مالح، يعني احنا حتى احكي لك يا زرعنا كله مات. زين حيوانات، ما حد يربي حيوانات، هاي منطقة كانت كلها زراعية، انتهت كل الامور، انتهت اخي. والله احنا جاي نعاني هاي معاناة مال الصالحية ما تنتهي، وصار لها سنين. يعني لا تقول يوم والبارحة، المشكلة انه كل من جاي يشتغل الرابعة، النائب مال شمال البصرة يشتغل شمال البصرة، السيد المحافظ اشتغل للمركز، اما النواب اللي صدوا على المنطقة السادسة ما شفناهم للأسف، النواب السابقين ما شفناهم، اللاحقين ماكو، لا نائب المحافظ ولا اعضاء مجلس محافظة، لا قائم مقام التفت، لا مدير بلدية، لا ابو الكهرباء، لا ابو الماء، قضاء منكوب، مدير التربية ما يباوع للصالحية فقط، المدارس انبنت بكل المحافظة ما عدا الصالحية، لحد الان باقي مدارس كرفانية ماكو كهرباء. طالب ابسط حقوق الحياة، تريد ماي وكهرباء وتبليط، والمدارس هاي الاطفال خطيه بس تقيهم من الشمسيه. هاي فيها الصالحيه كهرباء ما موجود، خدمات ماكو. احنا بالسده الاولى الصالحيه قابيل كورنيش، ماي ابدا ماكو، لا الصبح ولا بالليل ولا العصر ولا ماكو ابدا. كهرباء مقطوع دائما 4 ساعات 5 ساعات، محوله دائما تطق، محوله مال المحولات كلها بمنطقه الصالحيه، بس تطق انقطع عن الوايرات يسووها وترجع تطق مره ثانيه، محولات قديمه. احنا نعاني من هواي امور، وبالخصوص تضارب محولات، محولات جاي تطق بسبب الزخم عليهن، ما يقارب بال 60 بيت 70 بيت، توصل الى 150 بيت بعض المناطق او الشوارع، ويصير عليهن حمل ويطقن من ال 400 ومن ال 200. نطالب بزياده المحولات وتقسيم الاحمال. ثانيا نطالب بتشكيل لجنه لحل ازمه الكهرباء في منطقه الصالحيه فوريه، تعال واحنا
لا نريد يجي لنا مسؤول ولا يريد يجي لنا عضو برلمان ولا يريد يجي لنا واحد بدائرة الكهرباء او مدير يجيب متنقله للصالحيه وينصبها بالقرب من السيد جابر لحل ازمه الكهرباء. وهاي مطالبنا، واي شيء اي مسؤول يجي ما نستقبله احنا، اي مسؤول بالبصره ما نستقبله.